أرابتك لمناقشة النتائج المالية للعام الماضي، وقد علمت العربية من مصادرها أن نمو أرباح الشركة السنوية سيفوق 150%، كما أن الشركة ستقوم بحسب مصادرنا بالإعلان عن توزيعات قياسية تتضمن أسهم منحة وتوزيعات نقدية. يذكر أن أرباح أرابتك للعام الماضي بلغت 139 مليون درهم. السهم يسجل الآن المزيد من الارتفاعات 2% من المكاسب. ونبقى في الإمارات، حيث أعلنت شركة ماجد الفطيم عن حزمة استثمارية جديدة في قطاع تطوير صالات السينما، وذلك عبر نيتها استثمار 750 مليون درهم، أي ما يعادل 204 ملايين دولار، لتطوير مشاريع السينما في الشرق الأوسط، وستضخ منها 190 مليون درهم لتطوير مشاريع في قطر والبحرين وعمان، إضافة إلى 275 مليون درهم لتطوير مواقع السينما في دبي و290 مليون درهم في أبوظبي والشارقة. تسعى ماجد الفطيم مضاعفة أعداد رواد صالات السينما إلى 12 مليون شخص بحلول عام 2016. للمزيد حول هذا الموضوع معنا في استوديو السيد أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للمشاريع. سيد أحمد، أهلا وسهلا بك. إذن مشاريع توسعية جديدة من قبلكم، لنبدأ بكيفية تمويل هذه المشاريع، هل ننتظر إصدار جديد من السندات؟ طبعا بالنسبة لنا قطاع السينما هو قطاع استراتيجي بالنسبة لماجد الفطيم، وفوكس سينما تحديدا هي شركة رائدة في صناعة السينما، ويمكن من أوائل الشركات شيادة صالات سينما حديثة في المنطقة. تمويل 750 مليون درهم هيكون معظمه تمويل ذاتي من إيرادات الشركة وأرباحها، بالإضافة إلى الدعم المالي من مجموعة ماجد الفطيم. قد ايه حجم قطاع السينما من ماجد الفطيم؟ فيك تعطينا فكره يعني قد ايه بشكل من ايرادات الشركه الام ككل؟ ايرادات السينما النهارده حوالي 400 مليون درهم في السنه، هدفنا ان احنا ننمي ايراداتنا لمليار درهم بحلول عام 2017. حاليا احنا عندنا 92 صاله عرض في الامارات وفي بيروت، نعتبر عندنا الحصة الأكبر في سوق الإمارات، ومع أننا لسه فاتحين في لبنان من أقل من عدد شهور، إلا أن السينما في بيروت هي نمرة واحد في السوق. طبعا بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للاستثمار 750 مليون، زي ما تفضلتي تلت الاستثمارات عبارة عن استثمارات في دبي، تلتها في الخليج، وتلت في بقية الإمارات خارج دبي. يعني تدخلون أسواق قطر وعمان والبحرين لأول مرة؟ بالضبط، احنا ان شاء الله لك ان تعطينا تفاصيل اكثر حول المشاريع. اكيد هناك. اكيد في سنة 2014 عندنا سينمات جديدة بتتفتح ان شاء الله، بنفتح اكبر سينما في عمان وتاني اكبر سينما في عمان، واعتقد ان دخول فوكس لسوق العماني بتحدث نقلة نوعية في مجال السينما في السوق العماني. عندنا على اخر السنه وقبل الفورمولا 1 ريس ان شاء الله بنفتتح اكبر سينما في ابو ظبي فياس مول، اتفقنا على انشاء اكبر سينما في عاصمه قطر الدوحه، افتتاحها بيكون اخر 2015 تحديدا في الدوحه فيستيفال سيتي. بالاضافه الى كده عندنا يمكن اكبر مشروع واهم مشروع بالنسبه للشركه هو تحديث بالكامل لسينمات مول الامارات. مول الامارات زي ما انت عارفه هو من اهم مراكز التسوق في العالم، وعندنا خطه تحت التشييد حاليا ان احنا بنزود عدد الصالات من 14 ل 25، تجارب جديده بنقدمها في السينما، عدد اكبر من صالات الفوكس جولد، شاشه اكبر في الفوكس ماكس، تكنولوجيا جديده بالكامل سواء عن طريق التكنولوجيا الثلاثيه الابعاد والرباعيه الابعاد اللي احنا بنقدمها حصريا في المنطقه. 4D يعني بتعطينا فكره شويه عنها؟ عم نحضر فين؟ تتحرك الكرسي؟ والله 4D هي تقنيه حديثه جدا، واحنا ماجد الفطيم اول شركه بتجيبها للمنطقه. هي بتتيح الفرصه ان الواحد يتفرج على فيلم هوليوود، يعني مش فيلم معد خصيصا لل4D، مع ثلاثيه الابعاد، مع تحرك للكرسي، مع حتى حاسه الشم، لو الواحد بيتفرج على منظر البحر بيشم ريحه البحر، وبيكون في نوع من الريح كمان الواحد بيحس بالبحر. فطبعا هي تجربه مميزه، واللي هي احنا ابتديناها في ميردف وديره هنا في دبي، والإقبال عليها كان إقبال جيد جدا.
سيد أحمد، تحدثنا عن التوسعات ضمن منطقة الخليج، أيضا أنتم متواجدون في لبنان، ولكن ماذا عن الدول العربية الأخرى، مصر مثلا؟ إحنا مصر في خطتنا بنكون أول دخول هنا في مصر بيكون في 2016 مع افتتاح مول أوف إيجيبت، هو مول مملوك لمجموعة ماجد الفطيم. وأعتقد أن دخولنا لمصر زي ما دخولنا كان في بيروت ودخولنا إن شاء الله السنة دي في عمان هيحدث نقلة في نوعية السينما اللي احنا بنقدمها والتجربة. يعني في الاخر اهم حاجة او بالنسبة لنا احنا بنقيس النجاح على قد ايه احنا بنقدر ان احنا نقدم تجربة فريدة ومتميزة وخدمة لعملائنا مختلفة عن اللي تعودوا عليه في السابق. بالتالي كل هذه التوسعات الخارجية ما المستهدف منها، يعني من ناحية حصة العمليات الخارجية من مجمل إيرادات الشركة؟ تمام. الشركة كانت في السابق عندنا كانت في شريك أجنبي، وإحنا اشترينا حصة الشريك الأجنبي من حوالي 4 سنين، فبالتالي الشركة حاليا مملوكة بالكامل لمجموعة ماجد الفطيم. في السابق كان 90% من أعمالنا محصور في مراكز تجارية المملوكة لماجد الفطيم. حاليا وفي المستقبل بحلول عام 2016 أعتقد أنه 50% فقط بيكون داخل مراكز تجارية مملوكة لماجد الفطيم، و 50% في مولات مملوكة المطورين آخرين. والهيئة بس بترفع التكلفة عليكم، يعني أكيد كنتوا بتاخدوا امتيازات وقتها كنتوا عم تفتحوا بمولات تابعة للشركة الأم. الحقيقة إحنا دايما بنتعامل زي ما بيقولوا at arm's length basis، يعني أي تعاملات ما داخل الشركة بتتم على أسس تجارية بدون أي نوع من الدعم من الشركات. واللي شايفينه ان احنا مع نجاحنا ومع نمونا ان في طلب علينا من المطورين، يعني في عدد كبير من المطورين بيطلب ان فوكس سينما تكون هي السينما المفضله ليهم، وده باين سواء في الدار العقاريه اختارت فوكس سينما ان هي تكون اكبر سينما في سوق ابو ظبي، لما بنشوف مجموعه الفطيم اختارتنا في الدوحه في دوحه فاستيفال سيتي ان احنا نكون اكبر سينما في سوق الدوحة إن شاء الله. وما قلت لي قد النسبة المستهدفة إذا من العمليات الخارجية أن تصبح بالمقارنة مع مجمل إيرادات الشركة؟ أعتقد نحن لو وصلنا 50% بنهاية 2017 نكون نحن قطعنا شوط كبير. شكرا لك أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لدى ماجد الفطيم للمشاريع، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. وقفة مع فاصل، مشاهدينا نتابع من بعده أيضا في الأسواق العربية. الأسواق تترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي اليوم وغدا لمعرفة اتجاه التحفيز الكمي. أكثر من 80 شخصا قتلوا منذ بدء التظاهرات في أوكرانيا. ما هي التفاصيل التي حدثت ولم يسلط الضوء عليها؟ أوكرانيا من قلب الميدان، السبت 10:30 على شاشة العربية. من أول السطر هنحط النقط فوق الحروف، هنشكل الكلام ونختار الجمل المهمة بس عشان نعرف إحنا فين وبيحصل إيه، ونعرف اللي بيتقال من كل الزوايا. الحدث المصري مع محمود الورواري من الأحد إلى الخميس 9:00 بتوقيت القاهرة على شاشة الحدث. بإمكانكم متابعة الحدث على الترددات التالية. أهلا وسهلا بكم من جديد. في السعودية أكدت وزارة الإسكان أن التقديم عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم السكني إسكان سيستمر طوال العام ولن يتوقف بعد انتهاء مدة الشهرين. أكد مسؤول في الوزارة لجريدة عقاب أن معالجة البيانات سوف تبقى مستمرة طوال العام.